ابو ابراهيم. ربنا يخليك يا ابراهيم. قولي لي حاجه بقى، استعدادي ازاي للعيد؟ مستعد باكل سمك طيبه بقى من الشركه، اكل قريش وبسكويت وبكور والحاجات الحلوه دي. سمك طيب، وجاي اجيب بقى ليا ولولادي. انت كنت متعوده ان انت تشتري جاهز؟ انا كنت بعمل وبعدين بقى دلوقتي بدخل الشركه جاهز بقى بستسهل. طيب ايه اللي خلاكي تشتري جاهز؟ بقى بستسهل بقى دلوقتي من شغل الوالده. فرحه بقى. طيب اشتريتي بقى لبس العيد او كده؟ ايه اخبار الاسعار معاكي؟ حلوه زي الفل، كل حاجه حلوه. طب واسعار الكحك والبسكوت شايفاها غاليه؟ كل حاجه حلوه، اهم شيء الناس تبقى بصحه كده وعافيه، كل حاجه حلوه وكل حاجه موجوده والحمد لله. يا رب ان شاء الله.